مهلبية لمريض السكر لكيتو دايت، نستخدم أي نوع سوائل أو أي نوع حليب حسب نظامكم الغذائي. بنعصر جوز الهند، بنوضع ماء ساخن، بنوضع جوز الهند وبنعصره جيد. أنا استخدمت 1 لتر حليب جوز الهند على حرارة منخفضة، بنوضع 2 معلقة كبيرة بديل السكر ستيفيا أو أي نوع مناسب لنظامكم الغذائي، كاكاو خام 3 ملاعق كبيرة، وبنوضع قهوة سريعة الذوبان معلقة صغيرة، وبنوضع الفانيل أو ماء الورد حسب ذوقكم النكهة، وبنحرك جيد. بنوضع جيلاتين 50 جرام، جيلاتين بقري أو جيلاتين نبات اللي هو اسمه أجار أجار، موجود عند العطارين. ممكن نعمل اللي هو اختياري، ممكن احنا نكرمل الزبدة على حرارة منخفضة، ممكن نوضع ستيفيا عليها انشان هي زبدة طبيعية طعمها كتير بجنن، نستخدمها للحلوية حتى يتغير لونها على الحرارة منخفضة. هذا اختياري. عندي تقريبا 1000 وصفة صحية، المهتم بالغذاء الصحي يشترك حتى يوصلكم كل جديد. الله الله، صراحة الطعم روعة، اتمنى ان انتم تجربوها، اتمنى تكتبوا لي رأيكم تحت بالتعليقات لانه رأيكم كتير بهمني. في امان الله.